السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار اليوم 3/8/2021 في مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع. وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.